إيمانا من أن العلم والمعرفة أساس البنيان والتطور الحضاري والثقافي والطريقة المثلى لبناء الذات القادرة على فهم معطيات العصر المتسارع والتعايش معه، وانطلاقا من قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تضافرت جهود نخبة متميزة من مربي الأجيال الأكفاء المؤمنين بقيمة العلم السامية وقدرتها على إحداث التغيير في حياة ومستقبل الأفراد، وبجهود استثمارية أردنية وقطرية عملت جنبا إلى جنب على تشييد صرح من صروح العلم والمعرفة، صرح يعد منظومة تربوية وتعليمية متكاملة وفضاء للعطاء والإنجاز على مستوى المملكة والعالم العربي. المدارس العالمية. بدأت المسيرة التعليمية بإنشاء المدارس العالمية الأولى في عام 1996 للميلاد، أعوام عديدة من الإعداد والعطاء شملت كافة المراحل التعليمية من الروضة وحتى المرحلة الثانوية. ولما كان النجاح والتميز حليف كل الخطوات، أصبحت التوقعات على أرض الواقع تقتضي الامتداد والتوسع والسعي وراء النمو والتطور بشكل أكبر لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أبنائنا الطلبة الباحثين عن العلم والمعرفة والتميز في العطاء. لقد جهز صرح العالمية التربوية بناء على دراسة واعية وتخطيط دقيق وبإشراف واع، حيث تم توفير كل المرافق الضرورية واللازمة للعملية التربوية وبأحدث المواصفات العالمية من مختبرات للفيزياء والأحياء والكيمياء ومختبرات ومشاغل التربية المهنية والفنية وغرف الرسم والدراما والموسيقى، بالإضافة إلى غرف مصادر التعلم. كما تم رفض المدارس بعيادات طبية مجهزة ومسابح وملاعب داخلية وخارجية ومسارح مجهزة بأحدث الوسائل الصوتية والتقنية، كما زودت المدارس بأسطول من الحافلات الحديثة لنقل الطلبة وتأمين وصولهم إلى المدارس. لقد اهتمت المدارس العالمية منذ نشأتها بالتطور والتقدم وتقديم كل ما هو جديد، وجاء التزامنا بتقديم أقوى البرامج التعليمية والأكاديمية الوطنية والأجنبية، فحققنا يدا بيد مع طلبتنا الإنجاز الأفضل وحصدنا أروع النتائج. والتزام المدارس بتشجيع طلبتها على تحقيق أعلى المستويات من النمو الذهني والشخصي كان من خلال برامج مثيرة وشاملة، وكان من خلال غرس الرغبة في التعليم والإقبال عليه وتقبل التحديات والمغامرات، كما وجاء الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية وعلى رأسها النشاط الرياضي والنشاط الثقافي والأنشطة البيئية والعلمية والمهنية وغيرها، فحصد طلابنا الكؤوس والميداليات والمراكز الأولى على مستوى المدارس الخاصة وعلى مستوى المملكة وفي كافة المجالات والأنشطة. لقد انبثقت فلسفتنا التعليمية من فلسفة وأغراض التربية العامة في الأردن، وتمشى مع ذلك الرغبة منا في إعداد جيل واع مدرك لأهميته ومنتم لوطنه وأمته، جيل يبحث عن كل ما هو جديد ويطوع العلم والمعرفة لخدمة الإنسانية. فكان الاهتمام كبيرا بلغتنا العربية وأصالتها دون أن ننسى اللغات الأخرى كالفرنسية والإنجليزية، كما وتم إعداد برامج خاصة بذلك، فكانت برامج التقوية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وغيرهما. وكان الاهتمام بديننا وثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا، فأحيينا المناسبات الوطنية والقومية واحتفلنا بها واستضفنا جنودا من جنود الوطن يرشدون طلبتنا ويثرون آراءهم وأفكارهم.
ولأننا ندرك أهمية التربية والتعليم والدور الكبير الذي يقوم به المربون، فقد اهتمت المدارس العالمية منذ نشأتها باستقطاب الكفاءات العلمية والإدارية والتربوية، واهتمت بوجود إدارة قوية ملتزمة نحو التعليم والتربية تقوم بالعملية التربوية على أكمل وجه. كما اهتمت المدارس ممثلة بقيادتها بإيجاد أفضل المعلمين من حملة التخصصات والشهادات العلمية العالية وفق خطط تربوية منظمة وبرامج تدريب وتطوير لكل العاملين في المدارس العالمية. فجاءت الاستخدامات والتطبيقات الحديثة للأساليب والاستراتيجيات التعليمية. ولأننا نؤمن بأن علوم التربية ليست علوماً جامدة تعتمد على نظريات قديمة، بل هي عملية مستمرة تتبلور فيها الأفراد والطروحات وتسمو فيها أفضل الممارسات، سعت المدارس العالمية إلى فتح آفاق تربوية جديدة، فحصلت على التراخيص والاعتمادات الدولية وأصبحت معتمدة من بريطانيا لتدريس المنهج البريطاني IGCSE، كما حصلت على الاعتماد الدولي لتدريس المنهج الأمريكي AHSD من جهات الاعتماد الرسمية Advance AD، فأصبح بلوغ الجامعات الأردنية والأمريكية والبريطانية على وجه الخصوص والجامعات العالمية عموما مطلبا سهلا لأبنائنا وبناتنا في المدارس العالمية وفي أرقى التخصصات. إن التزامنا نحو تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، كما هو التزامنا نحو تقديم الأنشطة اللامنهجية المختلفة، ساهم بشكل كبير في تطور شخصيات أبنائنا الطلبة وحذابهم نحو تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، معا يدا بيد وبتضافر كل الجهود من إداريين ومعلمين وتربويين وأولياء أمور الطلبة وأبنائنا الطلبة كذلك وجميع العاملين في المدارس العالمية. سعينا ولا نزال نسعى للتميز، معا يدا بيد، من المدارس العالمية إلى العالمية.